والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة مرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا لكما محمد وإيمان، والآن نتحول لجولة اقتصادية جديدة للتعرف على أهم أخبار المال والأعمال. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وفدا من شركة نرويجية، والتي تمثل الشركة الأجنبية مع الهيئة المصرية العامة للبترول. وخلال اللقاء أكد وزير البترول أن مشاركة الوزراء ورؤساء الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية في يوم إزالة الكربون ضمن فعاليات قمة المناخ أعطى زخما متميزا لصناعة البترول والغاز لتكون أحد الحلول التي تساهم بدور فعال في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الارتقاء بمنظومة الصيانة يأتي على قائمة اهتمام قطاع البترول لدورها الفعال في خفض الانبعاثات. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية برئاسة السفير جوزيه أوكتافيو سفير المكسيك، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرية بالإسماعيلية. وتهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس، كما ضم الوفد سفراء وقائمين بعمل سفير من 11 دولة. كما شملت الزيارة مشاهدة مناورة تدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحرية، تلاها القيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة، ثم تفقد أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية واستاد هيئة قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع. وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات للجلسة آخر جلسات شهر نوفمبر وسط تداولات مرتفعة. وربح رأس المال السوقية 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 870.4 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 13,259 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة. وهبط مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 10% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها فاصل 53 قرشا للشراء و24 جنيها فاصل 61 قرشا للبيع، كما سجل اليورو 25 جنيها فاصل 42 قرشا للشراء و25 جنيها فاصل 51 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 29 جنيها فاصل 47 قرشا للشراء و29 جنيها فاصل 58 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات فاصل 68 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 70 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 6 جنيهات فاصل 53 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 55 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1760.56 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 1264 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1475 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1686 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 11800 جنيها. كشف معهد البترول الأمريكي عن أن مخزونات النفط بالخام بالولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. كما تراجعت مخزونات الخام بنحو 7.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وزادت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4 ملايين برميل.
انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى محمد وإيمان. شكرا جزيلا لك ميرنا.